في صغري علمني أبي أن أكتب كوابيسي على ورقة حتى لا تعود مشتتا، وها أنا الآن أكتب أطول كابوس نشته على الإطلاق. هذاك أسامة، هذا الرجل اليوم مبرد أبراج أمريكا. قد دعيت إلى الله سبحانه وتعالى يا رب أسألك باسمك العظيم أن ترزقني طفل بالمناسبة. تحب أبوك؟ راح تشوف. تحب البابو؟ إيش قد؟ طيب إذا بكرة باي على المسرح ما بياخذوه؟ يعني أنا بدي يعني زجوا في المعارك، إذا النصرة ما زجته أنا بدي زجوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليش عم تبكي؟ عم تبكي على البكي خالد. مش ضحك أخاف. ماما تكتب عن ما هذا الشرعي؟ أنا بدك تلحقني.